نعم، يعني إن أدركها ربها موهوبة أو مبيعة ليس له إلا البدل. يعني أنا الآن وجدت هذه الشاة مثلا، خروف، لقيت خروف مثلا، وهذا الخروف أخذته وقعدت قاعد عندي سنة مثلا، أنطر صاحب عرفت كذا ما جاء، بعد سنة سنة ونص بعته أو وهبته لأحد مثلا، زين، قلت تفضل هذه هدية مني لك، واحد عنده مثلا عقيقة ولا زواج ولا كذا أعطيته إياه لأنه ملكي صارت، زين، أو إني بعته بغض النظر، بعته أهديته كيفي صار ملكي ولا لا. نعم، هذا صاحب الخروف الأصلي شاف عند واحد قال منين لك هالخروف، هذا خروف يعني، قال والله شاريه أنا، شاريه بالسوق أو شاريه من فلان أو أهدى لي فلان، لا يلزمه أن يقول ترجع لي، لا يلزمه، لأن اللي تصرف فيه باعه أو أهدى، متى أهدى أو باعه؟ بعد الحول، بعد أن دخل في ملكه، فيقول طيب إيش لي يرجحك صاحب اللي لقاه أول واحد، يقول فلان أنت بعت الخروف فلان، قال لي قال الخروف يا وينك من سنة، طاف الحين سنة ونص الحين جاي طالب فيه، قال المهم أنت ترد لي، قال لا والله بعته أعطيك فلوسه بس، ليس له إلا إيش إلا القيمة، ليس له أن يلزمه أن يرده من الذي اشتراه أو أن يرده من الذي أهداه، له ليس له إلا إيش إلا القيمة. نعم.